حصد برنامج مكافحة العنف والإدمان معا أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحرين هنا جائزة الكويت للإبداع لعام 2023 في مجال التوعية من بين أكثر من 1000 مشارك من مختلف الدول العربية، وذلك خلال ملتقى الإعلام العربي والذي نظمته دولة الكويت الشقيقة. نعم، وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي أحمد أميني مدير برنامج معا بوزارة الداخلية. نرحب بك في نشرة أخبار الثالثة ونبارك لكم هذه الجائزة. بداية، كيف تنعكس الجائزة على تطوير وتعزيز فكرة وطموح البرنامج؟ نعم، أهلا وسهلا فيكم. الفوز بمثل هذه الجوائز الإقليمية والدولية تعزز مكانة مملكة البحرين بين دول العالم في المجال الأمني، ويدل على حرص وزارة الداخلية في العمل المجتمعي واحترافية شرطة البحرين في العمل التنفيذي للمبادرات التوعوية. واحنا فزنا طبعا جائزة الكويت للإبداع في مجال التوعية. وللمشاركة في مثل هذه الجوائز يتطلب من قائمين البرنامج في ان يلتزمون باعلى المعايير القياسية ويطبقون احدث المبادئ والاستراتيجيات المبنية على اسس نظرية وعملية ومعتمدة دوليا ومأخوذة من مدارس علمية. طبعا هذا يساعدنا في اعداد المشاركات في اي جائزة مرموقة على مستوى العالم. واللي حققناه هو طبعا تنفيذا لتوجيهات سيدي الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه، واللي هذا هو الاسلوب المتبع يعني من العمل، هو اساس كل الاعمال اللي تقوم بها جميع ادارات وزاره الداخليه. وبرنامج معا يعني من البرامج اللي تتطلب التحديث مع الوقت، وبسبب الظواهر الجديده اللي تستحدث وبالذات الظواهر السلبيه، فاداره هذه الظواهر تستدعي يعني تطوير في طرق التعامل معها واساليب نقل المعلومه الى الطلبه. وبالتالي المعايير اللي أساس ذكرها هي نفس المعايير اللي يعني تساهم في تطوير البرنامج حسب أحدث الممارسات والمدارس العلمية الفعالة. نعم، ما هي تطلعاتكم لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج في المستقبل؟ بدأنا برنامج معا قبل 13 سنة واستفاد من البرنامج يعني معظم مدارس البحرين ومعظم طلبة مملكة البحرين من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية والثانوية. وحاليا احنا نعمل على يعني مناهج خاصه لطلبه الجامعات، واللي ممكن نصنفهم كفئه عمريه من 19 ل 22 سنه. نعم. وايضا محتوى خاص لاولياء الامور، بحيث ان ولي الامر يعرف شلون يتصرف اذا احد من عياله تعرض لاي ظاهره غريبه او سلبيه، ويكونون على درايه بالظواهر الدخيله على مجتمعنا وشلون يقدرون يحمونهم. وهذه اعتقد من اكبر انواع الشراكات المجتمعيه بين شرطه البحرين والمجتمع البحريني في الوقاية من الجريمة والحد من مسبباتها، وأن المواطن يختار القرار الصحيح يبتعد عن كل شيء أو كل موقف ممكن يعرض حياته للخطر. وهذا العمل يعني قام مشاركة كل أفراد المجتمع، وبيستمر وبيتوسع وبيتطور أيضا باستمرار يعني مشاركة الجميع يعني في هذا العمل النبيل أخلاقيا، واللي له أثر إيجابي يصب في مصلحة كل فرد على أرض مملكتنا الغالية. نعم، السيد علي أحمد أميني مدير برنامج معا بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.